بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في جولة في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. عاملين عروض 4 أيام، خميس جمعة سبت حد، 29 و30 و31 و1 11. اهو العروضات لمدة 4 أيام، النهاردة الخميس. في عرض كويس على اكس مزيل عرق 150 ملي ب8 ريال. اهو الاول كان بكام؟ كان ب11 ريال ونص، دلوقتي ب8 ريال، 7 ريال 75 هلال. وده بكام؟ ده ب15 ريال. ده حلو يا جماعة، ب15 ريال بس مش عليه عرض. مزيل عرق حريمي جميل جدا. يعني احنا في جولة هنا في قسم العطور والمزيلات العرق والشامبوهات وكده، يعني اي حاجة عليها عرض يعني ايه هصورها. تخفيضات العائلة رياض، حي النهضة، شارع سلمان الفرد. بنديكم فكرة كده، كل دي مزيلات عرق ودي رشاش للجسم يعني، اهو بعد الحمام معطر للجسم بعد الحمام ب11 ريال ونص. اشكال كتيرة هنا، اروير اهو ب11 ريال ونص، 3 حبات مكتوب ب2+1 مجان فري، ب11 ريال ونص، 3 معطر جو. ده عرض كويس برضه، 3 ب11 ريال ونص، حتى نفذ الكمية. ده عرض من ضمن العروض. دي كمان معطرات جو اهي، الواحدة على 5 ريال 75 هلال. كل دي معطرات جو، بس اير ورك ده كويس، 3 ب11 ريال ونص. هنا برضو دي معطرات، معطر جو اهو فريد، الحبة ب9 ريال اهي بجميع النكهات، يعني الياسمين، ارابيسك، اهو خوخ، توت، فانيليا. الحبة ب8 ريال 95 هلال، ده ب5 ريال 75 هلال. رويال ده لويال اهو، برضو بجميع الروايح اهو، ب5 ريال 75 هلال اهو. هنا دي كلها مسكنات، فيكس اهو، وده الفيكس بتاع زمان الاسد ده، ده شمع واحدة ب23 ريال، زيت تدليك بكام ده بقى؟ ب19 ريال 55 هلال. موف اهو، مسكن للالام والمفاصل اهو، كل دي حاجات مسكنات تدليك يعني كريمات يعني. الوكس ده ب7 ريال. طبعا كل الحاجات دي 5 ريال 75 هلال اهي. سكراب للجسم اشكال كتيرة وبالنكهات يعني، بالنعناع وبخشب الصندل وبالخوخ كلهم. تخفيضات العائلة بس دول مش عليهم عرض، يعني انا بديكم فكرة كده طالما بنصور بالمرة. دي شابة اهي، الناس اللي بتدور على الشابة، ب4 ريال و60 هلال. ايه دي اهي، دي ب8 ريال و5 هلال، بس ايه دي؟ الويرو
دي كلها حاجات خاصة بالشعر. حمامات للشعر اهي ب13 ريال، بالكرياتينين، ده حمام زيت بجوز الهند وبالكرياتينين، بالكرياتين، كرياتينين ده حاجة طبية اهي. كل دي حمامات زيت للشعر اهي. هنا في قسم الادوات التجميليه والكريمات اهي، كلها بديكم فكره ايه اللي موجود. منظفات بشره اهي، جلايسوليد، يعني اسعارهم معقوله. في حاجات ب5 ريال 75 هلله، وفي حاجات ب11 ريال ونص اهو. انا اسفه يا جماعه لو كنت بزعجكم معايا، بس في حاجات على قدامك. دي طبعا عطور، بس دي ب38 ريال و38 هلل و33 هلل، بس ريحتها حلوة. شكل العلبة عود خاص. وفي حاجات ب5 ريال برضو، 75 هلل. دي حاجات بقى خاصة للأطفال، عطورات الأطفال للبيبيهات والبنات اهي، على 5 ريال 75 هلل. الحاجات دي شكلها حلو. عطورات مشكلة، هنا في مكتوب عطورات مشكلة ب11 ريال ونص، دول ب11 ريال ونص، دول ب5 ريال 75 هلل. دي طبعا كلها دي كريمات شعر وماسكات للشعر وحمام زيت، يعني كده كل دي خاصة بالشعر، كتيرة جدا ما شاء الله. دي العطورات دي أسعار متفاوتة، يعني 38، بس حاجات قيمة يعني. هي دي كلها شامبوهات وكريمات وبديل الزيت، كل ده بديل زيت جميع الأشكال أهو، على 14 ريال، 14 ريال 95 هلال، 11 ريال ونص أهو. الحاجة أنا بصور أهو، الحاجة اللي بلاقي عليها عرض بقف عندها. دي مكتوب عرض خاص أهو، ده بكام؟ ب29. لا غالي، 29. هنا بقى في الشامبو ده عليه عرض بالريت بلاس، ده الواحدة بكام؟ ب8 ريال ونص، 400 مل، 600 قصدي، 600 كبيرة ما شاء الله، 8 ريال ونص و600، الأول كانت ب11 ريال ونص. عرض كويس، جميع أنواع الشامبوهات اهي. هنا الشامبو ده 400 مل، الواحدة ب12 ريال، مكتوب لكل عميل قطعتين. هنا الشامبو ده برضو ب11 ريال ونص، هيدا اند شولدرز، بجميع الحاجات دي اهو. هنا دوف ده 600 مل ب16 ريال اهو. كده يا جماعة الفيديو هيطول عليكم عشان ما تتضايقوش. فاتيكا ده ب12 ريال، 12 ريال، 2 حبة مع بعض، لو كان ب17 ريال اهو، 2 حبة مع بعض ب12 ريال، كويس برضه، عرض من العروضات الكويسة. هنا ايه ده بقى؟ هي دي حاجات بزيت الزيتون وحبة البركة وبالقهوة، بس ما اعرفش هو ايه ده، مكتوب عليها 26 ريال، اللي يعرف يبقى يقول يا جماعة عشان مش عارفة ايه ده، والخط صغير كله بالانجليزي. اورجانيك اورجانيك ارجانو، كل الحاجات دي بس مش عارفه بتاعي. في بالثوم، في بالشطه، ممكن حاجه خاصه بالشعر، ممكن
هنا اللي هو ريحة الحمام ده ب8.5 ريال اهو. انا بلاقي كل الناس بتشتري اهو دول على 8.5 ريال. هنا بقى كلها دي جلات تعقيم للأيدي اهي، وحاجات للجيب اهو تعقيم. كله ده صابون سائل ديتول ولايف بول كده وحاجات كتيرة يعني. كل دي صابون سائل اهو. هنا زيت جونسون وكل الحاجات، بودرة بندسية 400 مللي ب7.5 ريال للحبل. هنا بقى دي بودرة الأطفال كلها وبودرة الجسم اهي وجونسون، المجموعة كلها الشامبو والكريم والشاور. اهي دي بقى حاجات كتير اهي. جونسون 18 ريال و40 هللة. الكبيرة بكام بقى؟ ب28 ريال. اللي هي 500 مللي. 200 مللي بكام؟ 18 ريال. 300 مللي ب18 ريال. حلوة والله بصراحة، تبقى غالية بره. كل دي شامبوهات بيبي من جونسون نونو اهي ب12 ريال. انا اول مرة اجي اصور في الحتة دي. جونسون اهو الواحدة ب11 ريال، بس كام ملي؟ 750 مللي. كويسة جدا، 750 مللي ب11 ريال، من 16 ريال و10 هلال. كويس اهو. معجون الأسنان ب6 ريال و90 هلال. دي كلها معجين أسنان بقى، سنسوداين كله دابر هيربل كده كله كريست، كل دي معجين أسنان اهو. وصبغات شعر اهي كده. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان الفيديو ما يطولش عليكم.